فكرة المركز كانت من سيدات المنطقة، بدأ العمل بمعمل الشراك واللبن معجنات. بعدين عندنا تم تدريب التيات للتدريب المهني، فصار عندنا أكثر من مشغل. عندنا مشغل خبز الشراك، ومشغل الطبخ، ومشغل المعجنات. تم تدريب 25 فتاة، تدريبهم والعمل في المركز لحد الآن مستمرين لمدة سنة كاملة. رح يكون عندنا تدريب لمختلف سواء المشاغل اللي موجود عندنا، ورح نطور أكثر، يعني يكون عندنا حاضنة أعمال، في عندنا تجميل، في أكثر يعني من مشروع إن شاء الله. طبعا هذول الفتيات كانوا غير منتجات، ما كان توفرهم مكان يعملوا فيه. استطاعوا من خلال المركز أنه يوفروا فرص عمل، توفير دخل لهم، أصبحوا منتجات. أصبحنا كمان إحنا كمركز اللي هي توفير وسد حاجة المنطقة من المنتجات اللي مش موجودة فيها. عندنا الأكلات الشعبية، أكلات مختلفة حسب الطلب للمناسبات مختلفة، الحلويات، المعجنات. ساهم المركز بالحد من نسبة البطالة في المنطقة. طبعا في عندنا لقدام كمان راح يكون يعني ان شاء الله راح احنا عندنا 25 فتاة، يعني احنا حاطين بالنا ان شاء الله مش لها 50، تقريبا ل 100 فتاة انهم يتدربوا. راح نعيد تدريبهم تأهيلهم وتوفير فرص عمل لهم كمان ان شاء الله. طبعا بمناسبة عيد الجلوس الملكي نهني جلالة الملك عبد الله بن الحسين والأردنيين، وكل عام انتم بخير.